اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان ريزيدنت ايفل 7 كانت احلى حاجه فيها ان الوحوش اللي فيها كانوا عباره عن ناس عاديين بس متحولين لزومبي، انما ما كانش اللعبه اغلبيتها وحوش عجيبه او حاجات عجيبه زي ما كان في الاصدارات اللي قبل كده، وده اللي عجبني بصراحه في ريزيدنت ايفل 7 وكان محمسني ان انا العبها. طبعا انا قفلتها بس ايام ما كنت عامل القناه وكده كنت لسه ما جبتش الكاميرا والكلام ده وكده وما كنتش بعلق على اللعبه فما عرفتش انزل التقفيل، انا نزلت كام حلقه وخلاص. المهم يا جماعه لعبه بقى ريزيدنت ايفل إيه بصراحة أنا حاسس إن هي هتبقى الوحوش اللي فيها مش واقعيين، وهتبقى اللعبة هترجع للستايلات القديمة تاني ومش هتبقى حلوة يعني وكده، اللي هيبقى الوحوش مش زومبيين ومش عارف إيه والحاجات دي. طبعا هتستغربوا يعني هتقولي طب أنت عرفت منين حاجة زي كده؟ اللعبة أصلا مفيش حاجة لسه اتعلنت عنها وكده ولا أي حاجة خالص، فأنت جبت الكلام ده منين؟ هقول لكم، عشان إمبارح وأنا نايم حلمت باللعبة إن أنا كنت بلعبها، وبس إيه أنا اللي كنت في جوه اللعبة، أنا اللي كنت بحارب، مش حلمت إن أنا بلعب اللعبة، لا حلمت ان انا البطل بتاع اللعبه وكنت بحارب وكده. فجالي وحوش اشكال غريبه جدا وجالي صدقوني زي الفلوج وجالي وحش كان عباره عن عارفين سمكه الفقاعه بس على كبير قوي. سمكه الفقاعه دي اللي ما يعرفهاش يا جماعه دي سمكه مقرفه جدا، منظرها مقرف جدا. بصوا هتلاقوا الصوره بتاعتها دلوقتي اهي، هوريلكوا الصوره دلوقتي بتاعتها حالا. زي ما شفتوا يا جماعه سمكه مقرفه جدا، بس كان جاي لي بقى وحش الشكل ده بس على كبير قوي عملاق. اللي ضايقني بقى في اللعبه ايه كمان؟ طريقه التحكم، لان كنت انا مثلا ايه الوحش العملاق دوت وهو جاي عليا كان خلاص قرب خالص، فكنت عمال اضرب بالرشاشات ما كانش في نتيجه خالص، ما كانش بيموت خالص، فقلت طب احول على الصواريخ. التحويل في الصواريخ في اللعبه ما كانش اللي هو مجرد تدوس بالبكره بتاعه الماوس تقوم السلاح يتغير، لا كان لازم ايه بتفتح موبايل ومن الموبايل بتختار انك عايز سلاح الصواريخ، وبعد كده تقفل الموبايل تلاقي السلاح اتحول. طريقه غريبه، طريقه غلسه كده، فاهمين قصدي؟ المهم ان انا بعد ما حولت السلاح هو بالظبط صاروخين لقيت لك الوحش ايه مات. بس انا اللي ضايقني في اللعبه يعني على الله ما تكونش الاحلام دي حقيقية، يعني على الله ما تكونش اللعبة كده، بصراحة لو اللعبة كده هتبقى وحشة جدا جدا جدا. حبيت بس اشارككم يعني احلامي قصدي ارائي يعني عن الالعاب وكده، وشكرا جدا لكم والى لقاء اخر في فيديو جديد. باي.